اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده، ولكن السمك اسئله كتير على السوشيال ميديا. ايه موضوع سمك التعابين؟ سمك التعابين مش التعابين اللي التعابين التعابين، لا، السمك ده نوع، التعابين دي نوع من انواع السمك طبعا لطيفه وجميله، وانا شخصيا بحبها، احب اكلها مقليه، بتبقى لطيفه وكريسبي لطيفه. النهارده اعملها مع الرز برام، يعني طاجن مع الرز كده، نشوف نعملها مع بعض ازاي، والرز ياخد طعم التعابين بالفليفر والتوابل. معانا الكابوريا النهارده، هنعملها صينيه في الفرن، صينيه الكابوريا بالخضار مع بصل ومعاه فلفل الوان ومعاه كزبره خضراء وفيها حب كمان، ازاي نعملها وتبقى الكابوريا فيها الطعم اللطيف ونقزقز كابوريا. معانا سلطه البطاطس النهارده بالكزبره والمايونيز، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. يعني انا كنت ممكن اقدم سلطه الطحينه، ممكن اقدم سلطات اخرى، سلطه البنجر مع السيفود، ولكن حبيت النهارده سلطه البطاطس بالمايونيز عشان الاطفال يحبوها جنب السيفود. حلقتي فيها تفاصيل كتيره النهارده، فيها معلومه غير معلومه، واحنا بنعمل سمك التعابين النهارده بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من خلال السوشيال ميديا. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الكابوريا وازقز كابوريا. نعملها النهارده صينيه بالخضار، فلفل الوان، بصل، ثوم، بهاراتنا الحلوه، والكابوريا معانا كابوريا لطيفه وصغيره، وانا بحب الصغيره دي، بتبقى محمله ولطيفه. وتعالوا نشوف نشتريها مع بعض ازاي. اللهم صل على النبي. شفنا المقادير، نشتغل في الكابوريا مخرجنا الجميل. يلا طيب ناخد الكابوريا. ايه الحلاوه، كابوريا زي الفل في ايدها، هي تقيله مع انها صغيره بس تقيله، عامله زي ما يكون معاك يعني حاجه كده معدن لها تقل، مش بالحجم، بالقيمه. فالكابوريا صغيره بس تقيله، ممكن تلاقي كابوريا كبيره بس خفيفه، اللي هو الذكر منها او برضو النتايه منها، فبتبقى حسب الحجم بتاعها. كابوريا النتايه مليانه زي الفل، بنعرفها بتفاصيلها دايما. الكابوريا الذكر بتبقى الرجول بتاعته زرقاء، بتمل اللون البلو الازرق يعني ولون البحر، حتى بعد ما بتستوي بيبقى برضو لونها ازرق. كابوريا النتي بيبقى لونها اللون الفسفوري، احنا شايفين اللون ده بس بعد ما تاخد النار دلوقتي وتخش في النار هيبقى لونها فسفوري. بتبقى تقيله في الوزن، بتبقى هنا لما نقلبها بالشكل ده في الخياشيم بتاعتها بتبقى رفيعه، دي متشاله الخياشيم بتاعتها اهي زي دي كده، دي كابوريا نتي زي الفل اهي زي الفل اهو اهي اهي. الذكر بيبقى رفيع طبعا، ودي عريضه شويه فيها خياشيم من جوه اهي بالشكل ده كده اهو، علشان ما نتخمش فيها، ودي سعر ودي سعر. الكابوريا دي لها سعر والكابوريا الثانيه لها سعر، عشان نبقوا عارفين. تعالوا نفصصها مع بعض ازاي، عشان ست الكل اللي اتصلت بينا من شويه، نفصص الكابوريا ازاي. بص بقى يا ست الكل، الكابوريا تفصصها وهي نيه زي وهي مستويه، عشان نبقوا عارفين. حلو الكلام؟ الكابوريا تتفصص ازاي؟ في الكابوريا لازم نستفيد بكل حاجه فيها، احنا الكابوريا تتغسل وهي سليمه وهي بالشكل ده كده. بعد ما تفصصيها وتشيل الكفر بتاعها يا ست الكل، ما تعرضهاش على ميه خالص، لا ميه سخنه ولا ميه بارده. الكابوريا تتغسل زي ما هي كده في كسرولة كبيره بميه ساقعه. الاسماك يا اخوانا ما تتغسلش بميه سخنه، ولا الطيور ولا اللحمه تتغسل بميه سخنه، تتغسل بميه نازله من الحنفيه عادي. ولو الجو حر زي الايام دي والميه نازله سخنه من الحنفيه، تنزليها من الحنفيه وتسيبيها بدرجه حراره الجو وتبقى لطيفه. بس ممنوع منعا باتا نغسل الطيور او اللحوم او الاسماك بميه سخنه، اولا هتبقى زفره، هنفقد جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعتها والرونق بتاعها. غسلنا الكابوريا زي ما هي، بتبقى معانا بالشكل ده كده. تفصصيها ازاي؟ مع ان انا مش عايز افصص دي، بس انا هفصص واحده واثنين عشان خاطر ست الكل. عيني الكفر له اتجاهين، اللي هو جنب عين الكابوريا وبقها اللي بالشكل ده كده، مخرجنا الجميل هيجيبها واساتذه المصور اهو، عيني اهو، اللي هو الاتجاه بتاع الكابوريا اهو، اللي هي الرجول الاماميه الكبار بيبقى من هنا. لما نيجي نفصصها بنفصصها من الناحيه الثانيه اهو، الناحيه من ناحيه الزعانف بتاعتها او البطن بتاعها اهو، زي دي كده مثلا، بنيجي هنا اهو، الله، وين مبطرخه، بسم الله ما شاء الله اهي. اللحم بتاعها تحت منها، ده اللحم
بعد ما بيستوي بيبقى فص ابيض حلو كده، بناخد الفص الابيض ده وممكن كابوريا جلاتان بنحشيها جوه الكفر ده مع شويه كريمه وشويه جبنه موزاريلا وندخلها الفرن حسب الرغبه يعني. ده بالنسبه لتفصيص الكابوريا. وعشان خاطر ست الكل ان شاء الله الاسبوع الجاي ممكن نعمل الكابوريا جلاتان اللي هي تستوي في ماء مغلي مع بوكي جارنيه وبعدين نطلعها نخليها ونرجعها للكفر تاني مع جبنه موزاريلا والوايت صوص بتاعنا اللطيف. الكابوريا معانا بالشكل ده كده، كل اللي انا هعمله هحطها هنا في الكاسرولة دي حلو، واحط عليها شويه زيت زيتون في صينيه بتسخن على النار حلو، هنخليها هنا جنبينا ونحط عليها الزيت حلو بالشكل ده كده. الكابوريا ما تاخدش زبده، بتاخد زيت وتاخد شويه ثوم طازه والبهارات بتاعتنا. الكابوريا اهي التتبيله دي كده عشان التوابل دي تخش جوه اللحم بتاع الكابوريا، فما تحطيش اي حاجه معاها غير التوابل دي الاول. ونقلبها كده مع عصره ليمون وشويه الملح التمام، اصبحت ان التوابل دخلت جوه لحم الكابوريا او جوه ما بين الكفر وما بين اللحم بتاعها كده. الكابوريا ما فيش زفاره ولا في اي حاجه خالص. حلو الكلام، هنقلبها كده بالراحه مع فص ثوم. بالشكل ده كده انا هعملها صينيه. حلو دي مرحله خلاص اهي زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ انا عايز اعمل صينيه الكابوريا الخضار واخد طعم اليود اللي موجود في الكابوريا وطعم الكابوريا. اعمل ايه بقى هنا؟ الخبره الطهويه سمع وس. بنحط شويه زيت في قلب الطاسه اللي هتخش الفرن بالشكل ده كده. حلو قوي، وارص الكابوريا فيها. قل لي ولا تخبيش يا زيد ايش تقول ليل ليل. بالشكل ده كده. الله الريحه، القشريات زي الكابوريا زي الجمبري زي الاستاكوزا بيبقى لها طعم مميز. عندي التوابل اللي انا متبل فيها الكابوريا، بجيب الفلفل الجميل الحلو ده كده، بجيب البصل، بجيب الطماطم ونشتغل فيها. حلو الكلام. نبدا ان احنا نقطع الخضار ده كده بدايه من الطماطم. بنسقطها في نفس التتبيله. كابوريا هنا في الطاسه. ايه فكره انك تحطها في الطاسه مع شويه زيت؟ بتنزل البيون بتاعها والبهريز بتاعها. فلفل، انا شخصيا هاكل الخضار واسيب الكابوريا للي بيحبوا الكابوريا. وازاي اطلع طعم الكابوريا في الخضار؟ هي ده الخبره. ده الفلفل اخضر احمر اصفر، كل انواع الفلفل عندك. ممكن تحط فلفل حار حسب الرغبه. ناخد كل الخضار ده كده، عندنا فلفل اصفر كمان مهم جدا وانت بتقطعي الخضار ده تنضفيه من جوه بالشكل ده كده. والخضار يتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع. كل ده خضره، وانا عارف مخرجنا الجميل يعشق الالوان الحلوه. كل انواع الخضار، ممكن تحطي كوسه على فكره، ممكن تحطي سبانخ. لا ما ينفعش بطاطس، بطاطس احنا هنعملها لوحدها دلوقتي. البصلايه الحلوه دي كده، الله، ناخدها كده. دي التتبيله بتاعت الايه؟ الخضار بتاع الكابوريا. فقلبيها كده، الف هنا وشفا. شويه الثوم الطازه، الله، تعالى يا كرفس ملك الاسماك. فقلبيها كل الخضرة دي يا عم الشيف، كل الخضرة دي. والكابوريا هنا ايه؟ بتتعذب. حلو قوي. مش هنحط حاجة غير شوية ملح بس صغيرين على التوابل بتاعتنا الجميلة زي الفل، ونقلبها كده. مكان تتبيلة الكابوريا. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ تتبيلة الكابوريا في نفس الكاسرولة بتوم
زيت زيتون وشوية بهارات. بهاراتنا بابريكا، شوية كاري أو كركم، والكزبرة والكمون والشمر. والخضار هنا إيه؟ اتبل قصة عمل الفاهيتة بالظبط. حلو الكلام؟ زي الفل. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ وإحنا شغالين مع بعض كده واحدة واحدة. هنا بقى التركاية، هنا الخبرة الطهوية سمع هوس. كابوريا بالشكل ده في النار. طبعًا مش عايز أقلبها غير مع حضراتكم بإذن الله. عشان نشوف الألوان الحلوة وريحة اليود الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي على الكابوريا كده ونقلبها مع بعض. بص على الحلاوة، بص على الجمال. هو ده. وأنا شغال كده. الكابوريا هنا اتحمصت زي الفل. كل القصة باخد شوية مية مغليين. الله الله، العب يا ويل يا ويل. هو ده، اغطي. هو ده، خليها دلعها. يلا، هو المفروض نغطيها شوية. لا مش دلوقتي. هو ده الكلام بقى، ده الكلام بقى، ده الكلام بقى. طيب خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوعى تروحوا بعيد. تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اللهم صل على النبي. هو ده. تعالوا نفتح الكابوريا دي بقى ونشيلها من مكانها عشان نشوف هنعمل ايه. شفت؟ حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. شفتوا الحلاوة دي؟ شفتوا الجمال ده؟ هي استوت كده تقريبا، يعني نقول نص سوا. الله، لو تقيلة يعني شايل حاجة تقيلة. هو ده، دول البهريز. الله عليك. هو ده سنة شبت صغيرة. شفت بقى التركية هنا؟ هو ده، مع انه حرامي. بس من غير شوية الشبت اللي حطهم دول، دول خدونا في مكان تاني خالص. يسبقونا كده، يسبقوا الخضار. حلو الكلام؟ هو لا، هو ده. شفت ازاي؟ تعال تعال، انا هاكل الخضار والله واسيب لك الكابوريا. ازقز كابوريا للصبح انت، انا ازقزتها من بدري. هو ده الكلام. حلو. هنعمل ايه؟ نقلب كده. ده لطيف خالص وجميل. على النار كده. ايه اخبار النار دي؟ خد على نار شديده زي دي كده. هي دي اهو. حلو. وناخد الكابوريا بتاعتنا بنرصها هنا كده. شفتوا الجو ده كده بقى؟ هو ده. وندخلها الفرن. حلو. طلع الرز المعمر اللي هو بالتعابين. ايه رايك في اللون الفوسفوري ده بالله عليك؟ يستاهل الحب ولا لا؟ صينيه كابوريا تستاهلها يا مخرجنا. كل الساده المشاهدين، مكعبين من الزبده بالشكل ده كده. السي فود له علاقه قويه جدا بالزبده والكريمه اللبانيه. اما السمنه البلدي بريئه من السي فود. بس عشان نتكلم كلام واقعي، الزيت والزبدة والكريمة اللباني أساسي طبعا، والكريمة الحمضة والجبنة الموزاريلا، دي منتجات الألبان بالنسبة للسي فود.
أما من منتجات الألبان السمنة البلدي فهي بريئة من السيفود. مين بيقول الكلام ده؟ المدرسة المغازية. تعالوا مع بعض، الكابوريا خلاص جاهزة، تعالوا نطلع الرز. الكابوريا تمام، أدخلها الفرن الكابوريا. إيه الجمال والحلاوة دي؟ إيه هو ده؟ زي الفل. وندخلها الفرن. يلا افتح يا سمسم. حلو قوي. بس أنا عايز أعمل حاجة للأمانة، أنا بحب أعمل حاجة وأعملها إيه زي ما قال المغازي. دي طماطم، شفت يا جد؟ مش معجون طماطم من فضلك، لا طماطم مضروبة في الخلاط. يعني تجيبي طماطمية تبشريها وتحطها كده. لا بقى لما نشتغل الشغل الإيه الصح، تشربي شوية بهريز نازلين من الكابوريا مع الخضار، ونسيب الكابوريا لأولادي يأزأزوها يضيعوا وقتهم عليها، وانت تاكل الخضار. اه دلعها. ندخلها الفرن دلوقتي. بعد ما ندخلها الفرن هنشتغل مع بعض سلطه البطاطس بالايه يا عم الشيف؟ بالمايونيز. ايه اللي انت حطيته ده يا عم الشيف؟ ممكن يكون روزماري، ممكن يكون زعتر، ممكن يكون نعناع اخضر، زي ما انت عايزه. زي الفل. الصوره الجماليه بتفتح النفس. شوفني ولا تاكلني. حلو، يلا بينا، يلا بينا على الفرن. والله ما انا عارف، انا عارف، انا تفاصيلها تفاصيلها لسه. كل ما اقف جنبيها عامل زي الرسام، عامل زي بيكاسو، كل ما اقعد جنب اللوحه اضيف ليها. هو ده لغايه لما تخش المعرض. اه حاضر زي الفل. حاضر، اخيرا رضي عني وقال لي دخلها الفرن. اه زي ما هي كده. اه الله، لو بتغلي من تحت، واخد بالك التفاصيل دي؟ اهو تعالي يا حلوة. اللهم صل على النبي. نعم، لا السر في الطاسة، والمغازي جاب الخلاصة. مخرجنا بيقول لي تدخلت التعابين ليه وهي نايمة من ناحية بطنها بالكفر من فوق؟ ده كلام كبير يا طول شرحه، خلي بالك. علشان لحم الكابوريا وغذاء الكابوريا وخير الكابوريايا في البطنية بتاعتها، أما الكفر ده ملوش عوزة، فأنا بعرضه طبعا للشكل الجمالي من فوق. يعني نقول مع بعض بصوت عالي وبثقة، رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.